السلام عليكم اصدقائي، معكم دعاء من قناه اسال واسرع الوصفات. النهارده معانا طريقه عمل كابوريا بطريقه المطاعم العالميه. تابعوا الاخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديده وصفاتنا السهله والسريعه. اول حاجه معانا في حله على النار كوبايتين ميه يغلوا، مضاف ليهم شرايح من الليمون والبقدونس والكرفس وصوص من الثوم والجزر وشويه من الملح، وهنضيف لهم الكابوريا 10 دقائق وبعد كده هنطلعهم ننضفهم ونطلع اللحم بالطريقة دي. هنبتدي نطلع اللحم منهم بالطريقة دي، هننضفهم كويس ونستخرج اللحم بتاعهم بالشكل ده كده، ونحتفظ بالصدفة بتاعتهم نظيفة. في طاسة على النار هنضيف معلقة من زيت الزيتون ومعلقة زبدة، معلقة من بصل مفروم ومعلقة من ثوم مفروم وقطع من البقدونس او الكرفس، ونضيف معاهم 2 من الجمبري وشوية من المية، نص معلقة كزبرة بودر، ونقلب دقيقتين كده وننزل بكريمة الطبخ. وبعد كده هنضيف معلقة زعفران منقوع وشوية من الملح، بعد كده هنضيفهم في الخلاط ونخلطهم كويس جدا جدا ونبتدي نصفيهم. بعد كده هنضيف عليهم معلقة من جبنة موتزاريلا ومعلقة من جبنة بارميزان وشوية من كريمة الطبخ، ونخلطهم كويس جدا جدا وبيكون الصوص كده جاهز معانا. بناخد بقى لحم الكابوريا بنضيف عليه معلقة من جبنة البارميزان وجبنة الموتزاريلا ونخلطهم كويس جدا، وبعد كده بنحشي صدفة الكابوريا بالشكل ده كده كلها، وبنضيفها في صينية وندخلها فرن ساخن لمدة 10 دقايق الشعلة من فوق، وبعد كده بنضيف عليها الصوص بالشكل ده كده ونقدمها. ان شاء الله الفيديو يعجبكم واشوفكم فيديوهات قادمة ان شاء الله. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات